أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. نحن طلابي نلتقي معكم من جديد في فيديو الأسبوع للحديث هذا الأسبوع عن الجملة الإسمية، ونأخذ تحديدا إن وأخواتها، وبعد ذلك نتحدث عن الجملة الفعلية بأقسامها، وبعد ذلك نتحدث عن موضوع السؤال الرابع من الورقة الأولى للامتحان A1. طلابي، كما تشاهدون في إن وأخواتها وهي من أقسام الجملة الإسمية، عندما نقول الجملة الإسمية نحن نتحدث عن مبتدأ وخبر، بعد ذلك نتحدث عن النواسخ، وعندما نتحدث عن النواسخ نتحدث عن إن وأخواتها، عن كان وأخواتها. في إن وأخواتها هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه سيكون لنا حديث عن كان وأخواتها. في إن وأخواتها نحن نريد خصوصية في حالة الإعراب، أن تعرف ماذا يوضع على الحرف الأخير من الكلمة التي تلي إن وأخواتها. فعلى سبيل المثال أقول لك: إن المطر غزير، إن المطر غزير، وهنا إن إعرابها حرف توكيد ونصب، والمطر انظر منصوبة، الحرف الأخير محرك بحركة الفتح، وهو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وغريز وغزير هي اسم، هي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. إذا نركز طلبتي، أنا أو نحن نريد منك أن تعرف ما هي الحركة الإعرابية التي تأتي بعد إن وأخواتها تحديدا، سواء إن أو أن، لعل، ليت، لكن، وكأن، هذه من أخوات إن وأخواتها التي يعني نرغب أن تكونوا على معرفة الجملة وحركة الجملة، الكلمة التي تكون بعدها. وهذا يختص في سؤال الحركات، ويختص في السؤال السابع الذي كنا قد شرحنا عنه في الفيديوهات السابقة. أيضا طلابي، في الجملة الفعلية هنا نحن نريد أن تعرفوا أن الجملة الفعلية تبدأ بفعل، وهي هي الجملة التي تبدأ بفعل، وعادة ما تبدأ بفعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، هذا تقسيمات الفعل. وأيضا من أقسام الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول به، هذه أقسامها. أيضا طلابي نود أن تعرفوا بأن حالات الجملة الفعلية لها إعراب، كل حسب موقعه في الجملة وحركته الإعرابية في الجملة. أيضا طلابي أود أن تعرفوا أنه سيكون لنا حديث عن موضوع السؤال الرابع، وأنتم تعرفون في السؤال الرابع هو عبارة عن نص، وأنت ستستخرج منه بعض الجمل وبعض الكلمات، وهي واضحة، وضوح الشمس، ما يعني يتأنى عليك أن تقرأ الجملة والنص جيدا حتى تستخرج منه الإجابة المطلوبة. هذا طلابي مجمل حديثنا لهذا الأسبوع بموضوعنا عن إن وأخواتها، الجملة الفعلية، إجابة السؤال الرابع من الورقة الأولى. دمتم برعاية الله طلابي، على أمل اللقاء بكم بموضوع جديد من موضوعات